كمان بس قبل ما اقفل حلقه النهارده ارجوكم، احنا النهارده السبت، السبت القادم هيكون بدايه انتخابات البرلمانيه. طول الوقت اللي فات ده بنسمع اشاعات، اللي بيدفعوا فلوس، اللي ناس مش محتاجينها، اللي محتاج ياخدها عشان حصانه. انا بطلب من حضراتكم ان انتوا تكونوا الفيصل في هذه الانتخابات، يعني كلمتكم وصوتكم هي اساس اللي جاي. انا قلت الكلام ده قبل الانتخابات باسبوع، ادرسوا مرشحيكم، اقروا عنهم، اعرفوهم، حاولوا تعرفوا هم مين اكتر. صوتكم امانه، صوتكم هيكمل النمو اللي في مصر، كل التقدم اللي في مصر. فكره ان يجيني اعضاء برلمانيين هم غير كفء، لا يستحقوا، ده هيكون مسؤوليتنا احنا، مش مسؤولية اي حد تاني. دي طاولة معروض عليها كل الاصناف الموجودة، وفي النهاية المواطن المصري واحنا اللي هنختار. ارجوكم اختاروا نوابكم اللي انتوا تستهلوهم، مش اللي هيتفرضوا عليكم. بشكركم، ودي كانت حلقتنا، وان شاء الله نتقابل السبت القادم.